صدق شي مليحة وكمون ملحة وكمون بوحدهم الله حار Thank you.
سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. انا عاد غنبدا معكم الهضره. خليت الصوص ديال السوق باش يكون صوت وصوره. المهم خديت هاد الشجيره هذه زوينه، عجبتني. انتما كما كتشوفوا كتشهي واحد الوراق، واحد النقاوه فيها، واحد الغزاله. المهم حمقتني انايا، عاد غنصايبلها ان شاء الله المحيق ديالها. كيكون داكشي زوين في السوق الصراحه. وخديت هاد البرودوي هذا ديال سرق الزيت وديال النمل وداكشي، عرفتو قاهرني النمل. داكشي علاش خديته، لقيته موجود عند واحد السيد كيبيعو بزاف وسولتو قال لي راه زوين. المهم انا غنجربو، الا صدق معايا زوين ان شاء الله غادي غنشارك معكم، نقول لكم راه مزيان. بالنسبه للناس بزاف كاينين اللي عندهم النمل في الدار، انا عرفتي قاهرني، كيدخل ليا السكر، دخل ليا الحلوه، اي حاجه تلقاه فيها. وخديت الثومه كما سمعتو راه كان كيبيع ب20 درهم الكيلو، خديت نص كيلو، راه رخيصه البنات بالنسبه للناس اللي كيمشيو للسوق ياخذوها. راه يمكن لكم تحمروها في الفران، ديروها بودر، يمكن لكم ديروها في الثلاجه طحنوها. المهم انا غنشارك معكم شنو غندير ليها. ودزت كما العاده البال، الهوايه ديالي المفضله، خديت هاد الجاكيطه هادي، هانتوما كما كتشوفوا باقا جديده 20 درهم. المهم انا ما تساليتش بزاف، يعني غير نشوى وصافي، ولفت نضرب شي دويره خفيفه وصافي، يعني ما بقيتش تعمقت بزاف في هذا، حيت عامر السوق، عامر بزاف واحد الدرجه ما تقدروش تصوروها. يعني ما قدرت لا نصور لا نعزل لا حتى شي حاجه، الدنيا عامره مستوكيه، يعني ما عندكش كيفاش ديري حتى كيفاش تعزلي، ما يمكنلكش. وخديت هاد التريكو هاد البنيته ديالي الصغيره، شوفوا كيفاش داير، حتى هو 20 درهم، باقي جديد، راه ما ملبوس ما حتى شي حاجه. واحد البلاط ديال برا اختاريت فيها شي بياسات صافي، وبقيت بحالاتي ما بقيتش كندور. شوفوا لي ديطاي ديالو كيفاش دايرين، كيحمق كيحمق، راه التليفون ما عطيش حقه. كتعرفوا الحاجه كيفاش كتصور ماشي هي كيفاش في الحقيقه، في الحقيقه كتكون حسن. واحد هاد التيشورت هذا بيل غزال حتى هو، شوفوا كي داير، شوفوا لي ديطاي اللي فيه، واعر واعر واعر. المهم هاد البارا كامله مولها كان كيعيط على ب20 درهم. شوفوا الكميمات كيفاش دايرين، يعني ما ملبوس ما حتى شي حاجه، باقي جديد واعر. المهم الناس كاينين الناس عندهم هاد البليه هادي ديال البال، الصراحه بعض المرات كتلقاي بياسات زوينين. وخديت هاد الصباط هذا، خديتو ليا ميني بوط، ها انتما كما كتشوفوا، انا وريتكم من الداخل، راه باقي جديد ما ملبوش نهائيا، واعر، جلد فري. انتما انا كنكرط بفري والو ما كيتقشر ما حتى شي حاجه، خديتو هكا الشتا، تقدري تلبسيه مع جلابه، مع جلابه قصيره، مع سروال، مع اللي لبستيه، واعر واعر الصراحه واعر. هذا خديتو ب70 درهم. المهم انا حاولت نخرج من الروتين ديال كل نهار طياب طياب طياب، راه ما كاينش غير طياب. كاينين الناس اللي ما كيمشيوش للسوق، كاينين الناس اللي بعيد عليهم مثلا الاسواق الاسبوعيه. المهم انا كنحاول ان شاء الله نبدل في النوع في الفيديوهات ديالي، باش الكل اللي كيبغي شي حاجه يلقاها. هذا واحد السريويل ديال الدار، شوفوا كيفاش داير، سخون مقطن واعر، خديتو للبنيته الصغيره هكا تنعس بيه في الليل. المهم ما خديتش شي حاجه كثيره، شي شويه وصافي. هذا واحد الكولون حتى هو زوين، هانتوما كما كتشوفوا، كتعرفوا البنيتات دغيا تيكبروا، يعني ماشي كلشي غناخذوه جديد غالي، هما حوايجهم راه بعض المرات كتلقايهم غلا من الحوايج ديال الكبارين. كناخذ شويه من هنا وشويه من هنا. هذا واحد التريكو ديال الصوفه، شوفوا كيفاش داير،
باقي جديد وغزال. المهم راه هو راه باين زوين بلا ما نشكره، ما ملبوش راه يعني ما مصبر ما حتى شي حاجه. صراحه كيكونوا شي حويجات زوين، ولكن اهم حاجه خصك ملي تمشي خص يكون عندك الصبر. اللي ما عندك الصبر بلا ما تمشي تبقى تقلب تقلب وترون، وهذا تيدفعك من هنا وهذا تيدفعك من هنا. المهم الناس اللي كيمشيو للبال راه اغلبيه كيمشيو للبال راه ما عارفين هذا الشيء. دابا راه هادشي اللي طالع، هادشي اللي طالع ما عندهمش هادشي زعما عيب ولا شي حاجه، الناس كلشي كيمشي. هذه حتى هي خديتها ب 20 درهم، واعره البستاله واعره. حتى هو 20 درهم، شوفوا الكميمات ديالو. هادشي البنات راه ما كي ما تيكون لا ملبوس لا حتى شي حاجه، راه حيت في البال، البال راه فيه وفيه. كاينين شي بالات كيكونوا ديال اللبس ديال المغاربه مثلا، ملبوسين ومعاودين حالتهم، هادوك ما تقربش ليهم نهائيا. وكاينين البلاص ديال داكشي ديال برا، وراه الناس راه كاينين اللي كيميزوا بين البالا والبالا. هذه واحد الكسيوه خديتها لبنتي الكبيره، شوفوا كيفاش دايره، كسيوه بالكابيتشو وغزاله وسخونه ديال البرد. هذه مع شليبه وشليبوط، تجيها واعره في اللبسه. بنتي كيحمقوها الكساوي، كتحمق على شي حاجه سميتها الكساوي. دابا غنشارك معكم هاد القفه هذه ديال التقضيه العجيبه الغريبه الصراحه. شحال نقول لكم، شفت الناس بزاف ديال السوق تيشريو، حتى انا شريتها، كيبانوا صحيحين وعمليين وروف الصح. شوفوا كيفاش دايره، فيها الحديده وما عرفتش منين خادمين هذاك الشيء، بحال ما عرفتش شنو هو هذاك، بحال بلاستيك قاصح عمرها ما تقول اح. شوفوا كيفاش دايره من اللور. المهم لصقت عليها، راجلي كيقول لي دبر راسك، انا كنمشي وكنرجع وصافي كنقول له ناخذها عجباتني. واخا الشكل ديالها بلديه شي شويه، يعني ماشي بحال دوك القفات اللي كيتباعوا روميين، ولكن انا بانت لي صحيحه. كنصح الصراحه، كنصح البنات زعما ياخذوها، لان الاخرين الثمن ديالهم راه واصل. بغيت ناخذهم، تخسرت ليا وحده وقلت زعما حيدتها، وبغيت ناخذ وحده لقيتهم واصلين حتى ل 5600، يعني اللي بحال هكا راه 5600 بزاف، وما تيكونوش صحاحين نهائيا. هذه راه حديد، هادوك راه ماشي حديد، دغيا كيتهرسوا. وعاد هذيك البلاصه اللي كتديري فيها هكا التقضيه راك ما كتكونش بحال هكا، كتكون هي رتوب، دغيا تيتمزق ودغيا كيتشرك، وما كتوقفش هكا راسيه، يعني انت كتقطي وهي كطيح لك هكا وكطيح لك هكا. هذه لا، هذه حطيها وتقطي على خاطرك. دابا بقوش ما عجبني الصباط، انا كنقيسو معاكم، ما تضحكوش عليا، انا عجبني الصباط، حمقني الصراحه. واخده واحد لي بوط هكا قصارين، واخدهم ب 4600 جدادين من المدينه، وصدقوا حالتهم كاليتي عيانه عيانه بزاف، كله تكمش هنا البنات. انا واخا كنبين لكم واخا روينه واخا خصكم مشات سارت وداك الشيء، انا جيت لهنا الصابون، غنحيد عليا الصابون ديال الحويجات اللي كنلبسو باش نصب دوك الحويجات اللي شريت. المهم حتى لهنا غيكون الفيديو ديالي سالا. وحتى لهنا كنتمنى يعجبكم الفيديو، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.